اوكي. السلام عليكم، احنا اليوم تاريخ 12/9/2021، هو موافق يوم الاحد. احنا سعيدين جدا اليوم، عندنا توائم رائعين، احنا عندنا ولد وبنت الحمد لله رب العالمين. توفقنا بعد انتظار 8 سنين بمشاكل كثيره، هذول بعد ارجاع اجنه مجمده، كانت محاولات سابقه مش عندنا، الحمد لله احنا جبنا الاجنه المجمده، رجعناهم. المحاوله الاولى تكللت بنجاح، اذا بدنا نرجع الاجنه المجمده. اجانا اجنه FET، عندنا اطفال 2 ذكر وانثى الحمد لله رب العالمين، بعد انتظار فتره طويله عندهم طفل هم في البيت، صار عمره 11 سنه. احنا عندنا الان بعد 8 سنين انقطاع صار عندنا هذا الحمل، في مشاكل متعدده موجوده عند الزوج والزوجه، لكن الحمد لله من فحصات المنويه او من تاخر حمل غير واضح احنا قدرنا باذن الله سبحانه وتعالى بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى اليوم تاريخ 12 انه يصير عندنا هذول الاطفال 2، وهذا تكلم النجاح من عند ربنا. احنا اليوم في مستشفى شمساني وحدة الخداج نشكر الجميع، نشكر وحدة الإقصاء، وحدة الخداج، نشكر الأطباء المتعاونين معنا. احنا اليوم يوم سعد علينا 12/9، هذا ان شاء الله يوم خير وبركة لكل الأمهات، يكون نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الله يعطيهم. بعد 8 سنين انتظار ربنا اعطاهم، احنا سعينا وشقينا والله اعطاهم. احنا قاعدين نطور من تقنياتنا والحمد لله متطوره، ووصلنا لهي النتائج الحلوه. انا بشكر الجميع دائما وابدا. احنا اليوم موافق 12/9، يوم سعيد علينا لانه في حاله توأم ثاني راح نحكي عنها الان. شكرا لكم، شكرا، مع السلامه.